اللي انت بتقوليه ده جنان. من فضلك يا نادية اهدي، سيب البنت تدبر امورها وتشوف هتعمل. مفيش ترتيب امور المره دي يا زوزو، انا مش هرتب اموري ولا هظبط حياتي. الموضوع المره دي اكبر بكتير من شهرين ثلاثه في المستشفى واطلع سليمه. المره دي مختلفه يا ناديه، في عمليه وزرع النخاع نسبه الفشل فيها 50%، ونسبه النجاح كمان 50%. بالظبط يا ناديه، يعني يا صابت يا خابت. حتى لو صابت انت فاهمه ان انا هفضل عايشه على لغم كده ممكن يفرقع في وشي في اي لحظه، وممكن جسمي يرفض النخاع في اي وقت، ممكن اي فيروس اي برد اي حاجه يضيعوني، وانا هفضل عايشه ايه في تفاصيل بقى ومستشفيات وادويه لحد في الاخر ايه. بس مستعده ان انت ممكن اموت. كلنا هنموت، دي فيها ناس وناس يا لولو، بس عايزة افضل عايشة اللي فاضل لي مش متبهدلة. أيوة، بس انت الوحيدة اللي ممكن تقول هعديها المرة دي زي ما عديتها قبل كده. انك تعيشي كده من غير علاج ده مش بهدلة. بصوا يا جماعة، عشان أنا ما فيهاش حمل للمناهة ده خالص، والصراحة أنا نفسي أقضي وقتي في حاجات ألطف من الدايرة اللي احنا مش بنطلع منها دي. أنا مش هتعالج، ده قراري ومش هرجع فيه. انتوا بقى عايزين تقبلوه مش عايزين تقبلوه حرين، بس أنا مش هرجع فيه. أنا طالبة منكم حاجة واحدة بس، أكمل اللي فاضل لي في أستيكو وفي سلام. أنا عارفة إن هو مش قرار سهل، ولا سهل عليا إن أنا أخده، ولا سهل عليكم إن أنتوا تقبلوه، بس أنا مش هرجع فيه.